بسم الله الرحمن الرحيم. كمال حل تمارين موضوع السنترفيوجال بامب. هسه الاكزامبل الثاني، سنترفيوجال بامب هاز امبلر وذ انر اند اوتر دايمتر. معطيك الانر والاوتر دايمتر اللي هو 15 سنتيم و 25 سنتيم. اتس ديليفر، تجهز 50 لتر بير سكند اوف ووتر. عدد الدورات معطيك اياها 1500. The velocity of a flow through impeller constant. من يقول لك هذا المصطلح velocity of a flow through impeller constant، يعني معناها انه ال VF1 يساوي لك ال VF2 ونفس القيمة، قيمته ايش قد؟ 2.5 متر per second. The blood are curved back at angle of 30 درجة. مطيك البيت 2 هنا من يقول لك curved back، اذا اول شيء المضخة راح تكون هي backward، ومطيك الانجل مالتها اللي هي قيمتها 30، بس يا بي من عندها نفس المثال الاول. مدام صيغة السؤال بهذه الطريقة دائما هو يعطيك القيمة البي 2، يعطيك قيمة البي 2. زين، the exit diameter of the section and delivery pipe. هنا أنا مطيك شنو؟ مطيك الدايميتر مال البايبات 15 سنتيم و10 سنتيم. مطيك البايب الداخل للمضخة والخارج منها. The pressure head section. The pressure head مقدار الضغط بيا جزء بالسكشن بالسحب 4 متر below and at the deliver is 8 متر. يعني بجزء السكشن هو 4 متر بلو، اقل من الضغط الجوي، وبعد بالديليفر بالتجهيز هو 18 متر اباف اتموسفير، يعني اعلى من الضغط الجوي بمقدار 18 متر. The power required to drive the pump. الطاقة المجهزة لهذه المضخة قيمتها 25 هورس باور المطلوب. The van angle at inlet. إذا المطلوب هو B1. المطلوب هي ال B1. بعد the overall efficiency الكفاءة الكلية و the manometric efficiency. هسه أنا طبعا هذا نفس السؤال، الرسم مالتنا نفسيته بما أنه هو قال لك backward، فإذا هو نفس هذا الرسم مالتنا. هذه المتجهات قلنا دائما يكون راديال لزيادة قدرة المضخة. ال VF1 يساوي ال V1، ال B1 هي المطلوبة من السؤال، ال B1 يريدها، وبعد الكفاءة الأوفرال والكفاءة المانومتريك. يعني قايل لي هو قلنا ما دام قايل لي ال Flow Velocity Constant، the velocity of flow in the implant constant، إذا ال VF1 تساوي لك ال VF1 تساوي لك ال VF2. زين، اليو اول شيء نستخرج السرعة الخطية للمضخة في هذه النقطة في وهذه النقطة، يعني اليو 1 شو يساوي لك؟ باي دي 1 في قيمة الان على 60. الدي 1 معلومة هي قيمتها 15، الدي 2 هي 25. انا هسه حاليا ما احتاج الدي 2، احتاج الدي 1، فعلى مود استخرج اليو 1 السرعة الخطية باي في الدي 1 في الان على 60. الان الدي 1500، الدي 1 معلومة 15 سنتيم بس ضربها في 10 ناقص 2 تحولت الى المتر، قسمها على 60 طلعت اليو 1 قيمتها 11.77 متر بير سكند. زين، من طلع اليو 1 هاي، اذا تان بيتا 1 شو يساوي لك؟ المقابل ال في اف على اليو، تان بيتا هو زين ال في اف مطيني قيمته هو 2.5، هو قايل لك the velocity of flow through impeller's constant وقيمته 2.5، هاي 2.5 على اليو اللي طلعناها احنا 11.77 طلعت تساوي قيمة 0.21. اخذ تان انفرس، لهذه القيمة بي 1 طلعت لي 11.98 درجة، طلعنا قيمة البي 1. المطلوب الثاني الـ overall efficiency. من قانون الـ overall efficiency اللي هو جاما Q في الـ H total على قيمة الـ power N.
طبعا هاي منين؟ هذه من القوانين اللي عندي، هاي الـ efficiency overall. هذه الـ efficiency overall، هذا القانون طبعا مال الـ efficiency overall، هذا قانون الـ efficiency overall اللي هو يساوي، طبعا هاي فقط انقلت هاي الايتا هنا اوفرال، جاما في الكيو في الاتش 750 في قيمه البي، هنا انا البي لانه معطيك اياها بالهورس باور فيحولها بالكيلوات، يضربها في 745، هي الحقيقه 745 مو 750. فالقانون مالته هذا الافشنسي اوفرال اللي انا يعني حاطه هنا، هذا جاما في الكيو في الاتش على البي. زين انا احتاج قيمة ال H، يا H هنا هاي ال H total، قانون ال H total هو هذا، ال H يساوي لك ال P deliver على gamma minus ال P section على gamma زائدا Z deliver minus Z S زائدا ال V deliver square ناقص ال V S square على 2G. هسا انا هنا شنو اللي عندي وشنو اللي ما عندي؟ انا احتاج هسه البريشر هيد اللي هو جاي من البي اس على جاما والبي دي على جاما، هذا من استخرجه؟ هو ايش قايل لي؟ قايل لي بالسؤال، قايل لي بالسؤال انه هذا بالسكشن هيد بريشر هيد 4 متر اقل من الضغط الجوي، اقل من الضغط الجوي، وبالديليفر 18 متر اعلى من الضغط الجوي. زين لذلك انا راح حسب هذا اللي عندي، هسه هذا القانون اللي راح اشوفه هنا، أنا الضغط الجوي راح يكون ما دام اعطيك اياه هسه هذا البي اتموسفيريك على جاما، البي اتموسفير يعني هسه انت الاتش هي اتش في جاما طلع لك البي اتموسفيريك، فبالتالي اني هو اقل من الضغط الجوي بمقدار 4، اذا حول هذا الى المقدار الى هيد، بالتالي هو 101 الف باسكال على اليمن على جاما اللي هي 9.8 في 1000 ناقص 4، تحولت هذه القيمة على مود استخرج الـ P section اللي هي أقل من الضغط الجوي بمقدار 4، يعني هذا حوله إلى H وطرح من عنده 4 اللي صارت القيمة 6.3، بالدليفر لا 18 متر أعلى من الضغط الجوي، فبالتالي هو طلع الضغط الجوي شقد من هذا القانون، عفوا من الضغط الجوي على هذه القيمة على الجاما، يعني هو هذا ايضا يمثل كيا، يمثل لك هيد، يمثل لك ارتفاع، يمثل لك اتش، فالتالي 101 باسكال على هذه القيمه زائد 18 طلعت لك 28.3 متر، 28.3 متر. زين هذا الجزء شنو؟ هذا الجزء اذا طاك اطوال هذا هو اعتماد، يعتمد على وزن المائع في داخل الانبوب، البوتنشال انرجي، وزن المائع اللي بداخل الانبوب، قلنا هذا هي البريشر هيد نتيجة الضغط، هذا هو نتيجة شنو؟ الوزن المائع اللي موجود، ما دام هو ما مطيني الاطوال مال البايبات مالتي، لذلك هذا الجزء يهمل، هذا الجزء يهمل. زين بعد شنو؟ احتاج الفي ديليفر والفي سكشن، الفي ديليفر والفي سكشن منين اطلعهن؟ الكيو عندي اللي هي 50، 50 قسمها على الف اللي هو مطيها باللتر، فتقسمها على الف صارت بدلات المتر مكعب. على شنو؟ على الاريا. على الاريا مال مساحة المقطع، هو قايل لي البايبات اقطارها مطيني اياها بس اطوالها ما مطيني اياها، لذلك هو الاطوال انهملت، لذلك اهملت هذا الجزء نتيجة انه ما مطيني اطوال، بس اني شنو؟ مطيني دايمتر؟ نعم مطيني دايمتر للبايبات اللي هي احسب مساحة المقطع للبايب باي اوفر 4 في الدي اس سكوير، وهنا باي اوفر 4 في الدي ديليفر سكوير، هو مطيني الديليفر وال مطيني اياهن 15 سنتيم ب10 سنتيم، 15 هاي ذا سكشن اند ديليفر بايب اريا معطيك اياهن هو هنا، فبالتالي اجى قسم هذه ال 50 على 1000 قلت احولها للمتر مكعب، وعلى الاريا اللي عندي هنا انا اطلع من خلالها الفي سكشن سرعه المائع بالسكشن وسرعه المائع بالديليفر، هذه قيمتهن، اجى اعوض بالقانون هذا البي ديليفر والبي اس وجدناهن 28 ناقص 6.3 هذا صار صفر، وهذا قيمة الفي ديليفر والفي سكشن السرعة مالت المائع بالديليفر والسرعة مالت المائع بالسكشن ايضا وجدناها، طلعت القيمة قيمة الاتش هي 23.6، اجي اضربها حط قيمتها هنا اعوضها، القامة معروفة القامة هي هاي روجي، روجي مطيني اياها هنا، الكيو عندي
بوينت او صارت 5، بوينت او 5 معطيني هل ينقسمها على الف، هي 50 لتر قسمها على الف. البي بالكيلوات هو معطيني قال لك الهورس باور مالتها 25 بالسؤال، 25 ضربها في 745 حولها الى الكيلوات، حولها الى الكيلوات، بالتالي النتيجه طلعت لي قيمه الاوفرال افشنسي 62.2%، 62.2%. زين المطلب الثالث هي المانومتريك افشنسي، القانون مالتها ايضا معلوم من المحاضرات، القانون مالتها من المحاضره ايضا هذا، هي جي في الاتش مانومتريك في الفي ورال 2 في اليو 2، في اليو 2 زين في قيمة اليو 2 هذا. الاتش ام من اجدها؟ من القوانين ايضا، الاتش ام يساوي لك الاتش زائد 1 على 2 جي في اس تربيع ناقص في دي، ايضا من المحاضرة، ايضا من المحاضرة هذا، هذا ال HM هي ال total head زائد 1 على 2 جي في اس في سكشن تربيع ناقص ال VD تربيع، هذا هذا قيمة ال HM، هذه قيمة ال HM. ال V سكشن طلعناها، ال VD طلعناها، ال H طلعناها هاي من ال total head، انا احنا وجدناها 23.6 عوضناها، بالتالي تطلع لك قيمة ال HM 21.9. بعد شو احتاج؟ احتاج ال V ورال، ال V ورال 2 هذه، الفي ورال 2، الفي ورال 2 هذه قلنا هاي شلون نجدها؟ عندك السرعه يو 2 السرعه الخطيه موجوده، زين عندنا مطيني الزاويه، اذا هو مطيني هاي البي 2 اللي هنا، أنا طبعا انا ناسي اكتبها هنا، هاي بي 2 مطيني اياها هو هنا، اذا صارت عندي اليو 2 ناقص هذه القيمه اللي جايه منين؟ هذه من القانون راح نشوفها، هذه هي قيمه اليو 2 ماينس ال VF على تان بيتا 2، على تان بيتا 2، البيتا 2 هي قيمتها 30 هنا، أنا هو مطيني اياها طبعا، مطيني اياها تان 30، ال VF ال U2 شلون طلعتها؟ هاي U2 باي في ال D2 مطيني الدايمتر مال البشاره في قيمه الان على 60، طلعت لي قيمه ال U2، طلعت قيمه ال U2. ال VF قلنا كونستانت هو قايل لي بالسؤال 2.5 على تان 30، على تان 30، اجي اعوض اليو 2 هنا 19.64 ناقص 2.5 هي قيمة الفي اف قلنا كونستانت، والبيتا 2 هو من القانون مالتك من السؤال هو قايل لك، قايل لك الباك سيت هذه قيمتها 30، هاي كيرف باك ات انجل مطيك اياها هو قيمتها 30، بالتالي الكل اصبحت معاليم عندي، كل اصبحت معاليم، الفيورال معلومه والاتش ام معلومه. زين الفيورال والاتش ام بقى شنو عندي مجهول؟ الجي معلومه، الاتش ام معلومه، الفيورال معلومه، واليوتو معلومه انا استخرجتها هذه. فطلعت لي قيمه الكفاءه المانومتريك طلعت لي قيمتها 71%. شكرا جزيلا.